بعد غياب دام 3 سنوات طرح الفنان مارك عبد النور أغنيته الجديدة بوجهك عقلبي واللي عم نشوفها مؤخرا عبر أغاني أغاني. سرقت قلبي دقة بدقة جوات وفي إليك شقر بحتيني وقلبي استحقى ضعيف وبحن بوجهك عقلبي دغري من قلبي ما في طلع وعمرات افتكري عن حبي لك رجع وحتى ما تزعل يا حلو ولا قلبي شمع. مارك بلقاء خاص مع أغاني أغاني تحدث لمجالي عن تفاصيل وأصداء هالأغنية. الفنان والموزع مارك عبد النور، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة أغاني. مارك بدي أقول لك مبروك على بوجهك عقلبي. قطيعة فترة يعني 3 سنين ما كانوا هينين، خبرني أول شيء عن هالأغنية وعن أصدائها. أول شيء اشتقت لك، ثاني شيء أهلا وسهلا فيك بأغاني أغاني. 3 سنين قطعوا الله اللي قطعهم على ولا حدا، يعني سنة ثورة وسنتين كورونا، بعتقد الكرة الأرضية كانت مزعوجة من هذا الموضوع، بس الحمد لله عملنا الفاكسان وبتلاقي شوي هيك العالم بلشوا يقتنعوا بالفكرة وبدأ ترجع الأمور لمجارية. يعني إن شاء الله خير. عملنا هالغنية، بدي أذكر أنه هي من كلمات زياد جمال والحين وكمان وزعت أنا، ميكس وماستر الأخ والصديق ورفيق الدرب فادي جيجي، والإخراج كان إلي نصيب مع أنه أنا وياه أصحاب تقريبا أكثر من شي 20 سنة، بس هالمرة اشتغلنا سوا وكانت من أجمل المرات. المخرج المبدع زياد خوري، ومثل ما شفتي يعني هيك خليت زياد يعمل اللي هو بده اياه، ما شرعت بشي ولا دخلت بشي ولا يعني. ايه اصلا انا هاني، بس انه عادة بطلب شوية طلبات مع زياد. زياد اجا قال لي 1 2 3 انا نفذت والحمد لله، كان وجهه خير علي جدا وعم يعني عم بلمس الاصداء بالنسبة لانه واو كليبك شو حلو وهالتفاصيل كلها. بكليب بوجهك عقلبي مارك ظهر بستايل مختلف ولوك جديد خبرنا عنه. هيدا ستايل سببه الأول والأخير لنرجع لزيت الموضوع هو زياد خوري. فلما قعدنا أنا وياه عادة تعرفي بستعدي مع مخرج بتطلبي بدي ستوري بورد بدي شيء، أنا قعدت قلت له زياد هيدي الغنية بالأحرى سمعته غنيتين ونقينا أنا وياه، قال لي مارك هيدي الغنية أول شيء عنوانها بوجهك عقلبي ملفت والفحوة تبع الغنية كمان بحبوا العالم، عم تتغزلي بالمرة بطريقة كتير مهضومة وفيها عبارات إذا لاحظت الغنية شوي هيك قريبة لقد نحن منقولها بيومياتنا. زياد قال لي مارك ستوري بورد رح تكون كتير بسيطة، بيوتي شوتس كلها، وأنا عبالي أدمك بطريقة جديدة، وصدقيني ما سألت شي. المخرج زياد خوري خبرنا عن فكرة الكليب وعن سهولة التعامل مع مارك. حبيت أعمله بصورة مارك إذا بدك بالكليب، نطلعه من شيء كان أوريدي فيه من زمان ونعمل شيء هيك إكسبوجر جديد عليه. ارتحت كتير معه لأنه هلاد عنده ثقة فيه، كان هلاد أعطيني ثقة وقال لي زيادة تصرف وشوف المناسب واشتغله، هذا اللي عملته صراحة. رسمت الممكن يلبق له وشوي خاف أول فترة طبعا لما قعدنا مع بعضنا، خاف لأنه شيء جديد عليه كان عم ينعمل، بس الحمد لله يعني لبسه لبس إذا بدك اللوك اللي عملناه، وكتير ريحني لأنه يعني بغض النظر على الكاميرا كيف مارك، يعني تحكي شوية أو شيء عن صوته، مارك عنده صوت فنان بداخله غريب، يعني إنسان متعدد بدك الأصوات بصوت واحد، هذا الشيء بينعكس على شخصيته، يعني ما في يطلع قدامك فنان عم بيعمل رياكشنز على الكاميرا ما بحس بالصوت، ما بتزبط إذا عم بغني وصوته مدروين. مارك بغني على الكاميرا بتمثيله بطريقة كتير جديدة، وطريقة أنا صراحة انصدمت فيها، كنت شوية عتلين هم، يعني الصبح بالتصوير كنت أول كليب أنا وياه مشتغل مع بعضنا، نحن أصدقاء من زمان، بس أول مرة ملتقى مع الكاميرا كان شوية إذا بدك هيك شوية غريب علي الموضوع، لأنه صديقي وقدامي فجأت بإحساسه ما طبيعي على الكاميرا صراحة، سريع يلبي اللي عم بطلب منه الإحساس اللي بدي إياه منه، والكاميرا بتحبه، يعني لما تضوي فنان في أيام تحكي شوية تكنيك، لما تضوي فنان بتتعذبي بالضوء تتوصلي وجهه عبر اللنس تشوفه العالم، تضبطي ضوء من هون ما حدا بيشوفه، بس المخرج أو دي أو بي اللي عم يشتغل يعني بيعرف شو عم يسمع. أنا بالعكس مارك ارتحت معه بشكل ما طبيعي، حط الضوء حط اللنس ضوء عيونه، عنده اسم الله وجهه مريح كتير، عنده ريتينا كتير
بتاخد ضوء بطريقه حلوه وبتعمل ريفلكشن على اللانس بشكل يعني هلا عم تقنعه يمثل يمثل مش بعيده لكن اللي حلو فيه مارك كيف نعرفه بالطبيعه مهضوم وفرح ولذيذ ما كان فيك على الكاميرا ابدا يعني مثل ما هو بنعرفه بالطبيعه كان على الكاميرا هيك. أغنية مارك الجديدة فيها الكثير من الرومانسية لكن بعض العبارات أثارت الجدل وكان إلى تبرير عنده. بعيداً عن مارك مش مارك ديكتاتوري بس إنه بعتقد حيلا شخص بحب حدا أكيد بيتمنى يكون هو رقم الواحد بحياته وبعتقد أنا بستاهل بس صلحيلي إذا غلطان. تمام. مارك كم مرة سمعت بهالصيفية نفرح منك ونفرح فيك وعقبالك؟ أنا سمعت كتير أنت شو؟ إذا أنت ما سمعت مشكلة يعني سمعتها كتير ليك هيدي الجملة من أول ما نخلق يعني نقطة عمر معين اللي هو 16-17 سنة إن كان شاب أو بنت بدليك تسمعيها فرحتك ونفرح منك ويلا وهمة وفي شي على الطريق وفي حدا جدي أكيد هيدا الموضوع طوقتار بدنا نعمله كلنا بحياتنا لأنه الاستقرار حلو والبيت حلو والعائلة حلو حلو ترجع على البيت في حدا ناطرك يهتم فيك بعيدا عن شو انت شو بتشتغلي او شو بتعملي بالحياة يعني مارك مجالي بعيدا عن شغلك اكيد هذا الموضوع مطروح ان شاء الله خير الله يوفقنا ويهدي البال ويروق شوي البلد لانه شئت ام ابيتي بعيدا عن انه نتجوز ونعيش على الخبزة والزيتونة وهودي الفيربات بطلوا دارجين الحالة المادية لازم تكون ستابل لنقدر نتجوز ونقدر نفتح بيوت ونهتم بالشخص الشريك حياتنا وبلس يعني الهدف الجازي كمان هو اساس انك غير انك تحبي شخص انك تعملي عائلة والعائلة بدها التزامات وبدها شخص يكون مرتاح باله بالبلد اللي هو فيه حاليا بعتقد اكترية العالم مش كتير عم تركض على الموضوع لا تثبت اجريها وتثبت حالها بترجع بيفرحوا مني وقريبا وانت رح تكون من الناس اللي بيعزموا بعرسه بوجهك قلبي تغري من قلبي ما في طلع ومرة تفتكري عن حبي لك راجع وحتى لا تزعل يا حلو بولع قلبي شمع حتى ما تزعل يا حلو ولا قلبي شمع. بنهاية اللقاء مارك خبرنا عن تحضيراته المقبلة. بعد بوجهك على قلبي من هون لخمسة شهور رح نجتمع أنا وياك والشباب بزيت القعدة ونحتفل بغنية جديدة إن الله رد. ليك بعدها عم تتحضر يعني حتى منا كامل كتير بتعرفي بالأغاني بعد رفران الكوبلي بعد ما انكتب عم نشتغل على فكرة مهضومة وإن شاء الله تكون وجه خير علينا مثل 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 الأصداء اللي عم لقيها على هيدي الغنية. وجهك قلبي دغري من قلبي ما في طلع ومرة تفتكري عن حبي لك رجع وحتى ما تزعل يا حلو ولع قلبي شمع. مارك عبد النور من الأسماء المحبوبة بالوسط الفني واللي بتستاهل كل النجاح على أمل أصداء أغنيته الجديدة تنعكس بشكل إيجابي على نشاطاته وإنتاجاته القادمة. وشك قلبي دغري من قلبي ما في طلع ومرة تفتكري عن حبي إليك رجع حتى ما تزعل يا حلو ولا قلبي شمع.